نذهب الآن مباشرة إلى واشنطن وإلى مراسل حدث بيير غانم لنعرف منه مزيد من التفاصيل إذا ما توفرت حول ما نقلته أسوشيتد بريس عن الإف بي آي التي قالت إنها أحبطت محاولة لاغتيال ترامب وكانت إيران تحاول اغتياله عبر استئجار قاتل. بيير، ما هي المعطيات الإضافية حتى الآن؟ هناك بيان موجود لدى وزارة العدل الأمريكية ويقول أنها وجهت بالفعل تهما إلى عدة أشخاص ومن بينهم إيراني يدعى فرحات شاكري، وهؤلاء الأشخاص عملوا على محاولة اغتيال كانوا يريدون تنفيذها قبل عدة أيام من الانتخابات الرئاسية. المعلومات ما زالت تصل الآن حتى هذه اللحظة، ولكن من الواضح من بيان وزارة العدل الأمريكية أن هذا الشخص فرهاد شاكري عمره 51 عاما وهو من إيران، وكان يعمل مع عدة أشخاص آخرين في منطقة بروكلين في نيويورك، أقلهما شخصان، وقد وجهت إليهم الاتهامات الجنائية. وتقول هذه الاتهامات بحسب بيان وزارة العدل الأمريكية أن لديهم شبهة من أن هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون بالفعل أن ينفذوا محاولة اغتيال ضد الرئيس والمرشح حينذاك دونالد ترامب. يعني إذن هذا في إطار المعلومات الأخيرة. كما قلت بيير، نحن نتحدث عن كان مخطط للاغتيال قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. طبعا المخطط لترامب كما تقول فرهاد شاكري، شخص عمره 51 عاما، هو المذكور ببيان وزارة العدل، وهو من إيران وكان يعمل مع مجموعة من الأشخاص بنيويورك. على كل يعني نحن هنا يعني حتى نعيد التذكير قليلا إلى حين أن تتوفر أي تفاصيل إضافية. يعني ترامب نجا من محاولتي اغتيال سابقتين خلال الحملة الانتخابية فعليا. صحيح، وكانت هناك بعض المعلومات الأولية التي ذكرت خلال الأيام العشر الماضية أن إيران وبشكل خاص بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني أنهم يوجهون بعض العملاء على الأراضي الأمريكية لتنفيذ محاولة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. ولكن ما نشهده الآن هو البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة العدل الأمريكية وعن الـ FBI. فعليا هذه أول مرة يصدر بيان رسمي يتهم مش ضروري إيراني، البيان الرسمي يتهم شخص إيراني، صحيح؟ هذه أول مرة. أعتقد أنك على حق لارا. هذه المرة هناك كلام يتحدث بشكل مباشر عن شخص إيراني وعن أشخاص موجودين على الأراضي الأمريكية، ويبدو أن هذا الشخص الإيراني هو على علاقة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وكان يحاول أن يستعين بأشخاص موجودين على الأراضي الأمريكية للقيام بمحاولة الاغتيال.